هذه المفاوضات تجيء بعد توقف دام أشهر، وهو امتداد طبيعي للمفاوضات السابقة التي تعثرت بسبب فوارق في وجهات النظر الكبيرة ما بين القوتين الدعم السري والجيش السوداني. لكن حسب المراقبين والمحللين أن هذه المرة ضغوطات كبيرة جدا من قبل الدولتين الراعيتين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهنالك أنظار تتجه نحو هذه المفاوضات، والسودانيين أيضا يعملون في إيجاد مخرج لهذا الحرب التي امتدت لأشهر ولم تكون هنالك حلول مرضية لكل السودانيين الذين يعانون الويلات من جراء هذا الحرب. هذه المرة هنالك شبه بوادر للثقة ما بين الطرفين، وهما تعلما من الدرس في خلال 6 أشهر الماضية، والآن هنالك يعني قبول من قبل الطرفين، ووصلوا يعني الودين إلى جدة، وهنالك تصريحات من قبل المؤسسة العسكرية قبل الوصول إلى جدة بأن لا بد من هذا الحرب أن تقف بعد أن اقتنع الطرفين بأن لا حلول عسكرية يمكن أن تحل هذه الأزمة، وأن الحل السياسي والدبلوماسي هو الخيار المطروح الآن بين الطرفين، وأن الحلول العسكرية بعيدة المنال. واتضح للطرفين جليا أن الأزمة أخذت تصاعد كبير جدا في المناحي الإنسانية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فبالتالي البحث عن الحلول الآن هو لسان حال الطرفين المتفاوضين هذه المرة. نعم أستاذ محمد، يعني هناك المخرجات الماضية يعني لم يلتزم الطرفان بها، هل من ضمانات أن يلتزم الطرفان اليوم بأي مخرج غدا؟ صحيح، كانت هنالك خروقات كبيرة جدا حتى في المفاوضات والهدنة الكثيرة التي كانت يعني من المفترض أن يتم الاعتراف بها وأيضا يتم العمل بها ويتم احترامها، لكن تم خرق الكثير من الهدن في الأيام الأولى للحرب. لكن هذه المرة أنا كما ذكرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقوى المدنية التي يعني الآن لديها حراك دبلوماسي كبير وسياسي في كل من جوبا وأديس أبابا، كل هذه الأطراف ستضغط بشكل كبير جدا لوضع حد لهذه الأزمة التي يعني المتضرر الأول والأخير منه الشعب السوداني. الملايين من السودانيين عانوا بما فيه الكفاية، وطرفي النزاع توصلوا إلى صيغة مشتركة بأن لا بد من أن تكون هنالك حلول آجلة لوقف هذا الحرب. والمجتمع الدولي الآن يعني لوه بشكل كبير جدا بأن ستكون هنالك عقوبات كبيرة جدا على الطرفين، ستفرض عقوبات عسكرية وأمنية وسياسية وإلى آخره، فبالتالي هذه العقوبات الآن ستخوف الطرفين وربما سينصاعون للمجتمع الدولي والأسرة الدولية ويقدمون بعض التنازلات للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويجنب البلاد الانقسام. طيب أستاذ محمد، تحدثت عن دور القوى المدنية أنها تجتمع اليوم في أديس أبابا وجوبا، يعني هل نتحدث إذن عن مساران متوازيان عسكري وسياسي ربما يصل لنتيجة لإنهاء الحرب في السودان اليوم؟ يعني ما المأمول من اجتماع القوى المدنية في أديس أبابا؟ الفرق من اجتماعات أديس أبابا وأيضا الاجتماع في جوبا هو الضغط على الطرفين لوقف الحرب، هذه هي أولوية للمدنيين الذين هم يجب أن يكونوا شركاء أصيليين في هذا الماراثون التفاوضي، وأن تفرز لهم مساحة كبيرة جدا أن يعبروا عن رأيهم السياسي. لا يمكن أن تكون هنالك دولة ديمقراطية بلا أحزاب سياسية وبلا حراك سياسي، فبالتالي هذا الحراك السياسي الآن تبلور في شكل بيان وفي شكل ضغوطات واضحة وصريحة بأولوية وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وتجنيب البلاد شر الانقسام وشر الحرب الأهلية وشر الانزلاق في متاحات يعني ربما لا تهمد عقباها. فبالتالي القوى المدنية الآن تعمل ليل على نهار من أجل الضغط على الطرفين للقبول بمبدأ التفاوض والعودة مجددا إلى طاولة التفاوض في جدة وتوقيع اتفاق حد أدنى 6 أشهر لوقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وإيجاد بدائل للمسائل المتعلقة حتى هذه اللحظة بالممرات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية وأيضا عودة الناس إلى منازلهم. السودانيين عانوا بما فيه الكفاية، بالتالي القوى المدنية الضاغطة الآن هي تخرج ببيانات واضحة تقول بأن لا بد من أن يقف هذا الحرب ولا بد من أن تكون هنالك ضغوط كبيرة جدا، وعلى المدنيين أن يكون لديهم صوت مسموع وأن يكون لديهم مشاركة واضحة وفعالة
وليس السودان حكرا للأسكر فحسب، وإنما السودان لكل السودانيين، سياسيين وقوى مدنية وأحزاب سياسية وأيضا الأسكر. نعم. أشكرك جزيل الشكر من باريس محمد آدم إسحاق محلل سياسي، شكرا لك.